وايضا في اطار المبادره الرئاسيه حياه كريمه اجرت القوافل العلاجيه الكشف الطبي على 1695 شخصا بقرى محافظه البحر الاحمر خلال شهر فبراير الماضي. جاء هذا من خلال ثمان قوافل حيث تم اجراء 377 فحصا معمليا و207 حالات اشعه و277 حاله كشف مبكر على الامراض المزمنه بالاضافه لعقد 48 ندوه تثقيف صحياً. نفذنا ثمان قوافل علاجيه بالمجان لخدمه اهلينا في محافظه البحر الاحمر احنا عندنا ست سبع مدن في المحافظه بنطلق ثمان قوافل شهريه بتغطي من اول الزعفرانه لحد حلايب وحدربه جنوبا بالنسبة لشهر فبراير اطلقنا 8 قوافل تم الكشف علي 1695 حالة تم اجراء 377 تحليل للمواطنين تم اجراء 277 اشعة سواء اشعة عادية او اشعة سونار